السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي من جديد مع وصفة جديدة. اليوم بغيت غير نشارك معكم واحد الشلاضة كتجي جديدة ومكونات بسيطة وكاينة في الدار. دونك عندي العدس مسلوق بشوية الملحة، وعندي المحمصة مسلوقة كذلك بشوية الملحة، أو الروز أو دوك نجيمات صغار فلكم الاختيار. وعندي مطيشة والخيار والبصلة مقطعين على شكل دويمات والطون. بالنسبة للتزيين غنحتاج البيض مسلوق مقطع على الشكل هذا، وعندي طوماط سوريز، وعندي لاصوص فينيغريت الخل يعني، وزيت العود والملحة والبزار. كنخلطهم مزيان حتى كيتحصلوا على واحد اللون مغاير، يعني كيندمجوا دوك المكونات ديال الصلصة. فهنا غادي نبدا نخلط المكونات ديال الشلاضة. اول حاجة وضعت العدس، وغادي نضيف عليه المحمصة، وغنضيف جميع المكونات اللي عندي، يعني الخيار البصلة مطيشة والطون. وكنضيف عليهم الصلصة اللي قلت لكم حضرتها بالخل وزيت العود او لا الزيت الطبيعية والملحة والبزار. صافي غادي نخلط جميع المكونات بالصلصة لاصوص فينيغريت صلصة الخل. ودابا غادي ندوزو لطبق التقديم، غادي نقدمها في طبق اللي نتوما لكم الاختيار، فانا اختاريت هذا الطبق هذا. ودابا غادي ندوز للتزيين. كيف ما قلت لكم عندي البيض مسلوق فغادي نوضعه على هذا الشكل هذا. وطوماط سوريز حتى هي غادي نوضع على هذا الشكل بحال شكل شي وريضه. وهنايا درت واحد اللمسه ديال المعدنوس غنحطه في الوسط، يعني كفكره ديال التزيين. وفي الاخير غادي نضيف المعدنوس كذلك مقطع. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشلاضه اللي فكره اليوم، اللي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وجربوها صدقوني كتجي هائله وبالصحه والراحه. ودائما كنشكر كل واحد كيساندني وكيدعمني وكيشارك معي في قناة، وإلى وصفة قادمة إن شاء الله.